ما زالت بعض الشعوب تحتفظ بعاداتها وطقوسها في فرحة العمر، فالأجيال تتوارثها وتمضي عليها عند اختيار شريكة الحياة وإقامة حفل زفاف. والصين واحدة من تلك الشعوب التي تتبع أغرب عادات الزواج، خاصة مع اختلاف أديان ومعتقدات القبائل هناك. لذلك اليوم سوف نتجول معكم في شوارع وأحياء الصين لنتعرف أكثر على عادات وتقاليد الزواج عندهم. تفرض الصين بعض القوانين على الزواج لمنع حدوث الأمراض في المستقبل، إذ يجب عند الارتباط اختيار فتاة لا تمت للشاب بصلة قرابة من الدرجة الثالثة أو الرابعة، بحيث يتم تقديم دليل على ذلك للجهات الرسمية مثل البطاقة الشخصية وعمل الفحوصات المخبرية. وتلزم القوانين الزوجين البقاء في الصين لمدة عام على الأقل، كما يجب أن يكون عمرهما أكثر من 17 عاماً. ولكن الغريب في الصين هو وجود سوق للزواج في مدينة شنغهاي، تتواجد النساء به وتدون في ورقة صفات العريس مثل الطول والعمر والدخل الشهري وغيرها من الصفات التي تطلبها الفتيات. ويفتح هذا السوق أبوابه في يومي السبت والأحد من كل أسبوع، إذ يذهب الأمهات والآباء لاختيار الزوجات لأبنائهم. كما تنظم مدينة شنغهاي معرض الحب والزواج السنوي حتى يتمكن الشباب والفتيات من إيجاد شريك الحياة، وبعدها يتواصل الشاب مع أهل العروس لزيارتهم، وعند الخطبة يقدم العريس الهدايا للعروس معبراً بذلك عن حبه لها، وترتدي العروس فستاناً أحمر، ويتم تجهيز الديكور المحيط بها كي يكون بذات اللون. وطوال هذه الفترة لن يرى العريس شريكة حياته، فهي تتزين وتجلس في محفة مغلقة وتتوارى عن الأنظار. ويأخذ العريس المفتاح من أهل العروس عند مقابلتهم لفتح المحفة ومشاهدتها، فإذا نالت إعجابه يقبل بها كزوجة وترافقه إلى منزله، ويردها إلى أهلها إذا لم تعجبه. وفي الحفل تجهز الأطعمة الصينية المشهورة لتقديمها للحضور، فهي تدل على الفرحة والترابط الأسري. الزواج الصامت في الصين. لا بد أيضاً من الانتقال معاً إلى مدينة شانتو في مقاطعة غوانغدونغ جنوب الصين، فالعادات هنا مختلفة، حيث لا يوجد شيء يدل على الفرح في حفل الزفاف، حيث تقام احتفالات الزواج بشكل صامت. فالعروسان يشعلان أعواد البخور والشموع ويمارسا طقوساً دينية خاصة بهما، والصمت يعم على جميع الحضور في المنزل، فلا يوجد زغاريد ولا تهاني ولا حتى ابتسامات، حيث تشعر في الوهلة الأولى أنك في مراسم حداد. وبحسب عادات وتقاليد المدينة لا يسمح للعروسين بالتكلم لمدة يومين خلال الزواج، حتى لا تخالط أنفاسهما أنفاساً ثانية ملوثة بالحسد والكيد، وذلك حسب اعتقادهم. ويحدد هناك تاريخ وتوقيت حفل الزفاف على حسب تاريخ ميلاد الزوجين، وأيضاً يتم اختيار لون فستان العروس حسب التوقيت، فإذا كان الحفل في الأسبوع الثاني من الشهر التاسع حسب التوقيت القمري، ستختار العروس حينها اللون الأصفر لأنه يجلب الحظ في هذا الوقت. وكذلك يتبع الناس هناك عادة إعداد الزوجة الفطور لكل أفراد الأسرة في صباح اليوم الأول لها، إذ تعمل كمضيفة لهم خلال هذا اليوم. وفي ثاني يوم لها تقوم بغسل ملابس الأسرة وتذهب مع شقيق زوجها إلى سوق الخضار. ويوجد أيضاً عادات خاصة في المناطق الغربية بالتحديد عند قومية سالار المسلمة، فعند خروج العروس من منزل والدها تنثر حبات الأرز على خطواتها وهي تسير إلى الخلف، اعتقاداً بأن ذلك يجلب الثراء والهناء للزوجين في المستقبل. وتستمر الاحتفالات في المناطق الغربية لعدة ليال مع تقديم سفرات عشاء طويلة. هذه كانت أغرب عادات الزواج في الصين، والآن جاء دورك لتخبرنا عن عادات الزواج في بلدك.